Salat al-Dhuhr is one of the 5 daily obligatory prayers and it consists of 4 rak'ahs. After performing wudu, go to your prayer mat and face towards the Kaaba. Now perform the niyyah and raise your hands above your shoulders and say, Allahu Akbar. Bismillahir Rahmanir Rahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر. Now bow down until the hands can be placed on the knees. سبحان ربي العظيم وبحمده. Then resume the standing position and go into prostration. سبحان ربي الأعلى وبحمده. Now raise the forehead and sit up in a kneeling position. Go again into a sujood position. سبحان ربي الأعلى وبحمده. Now sit up for a moment and then rise. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Raise both your hands, turning the palms facing upwards into a qunut position. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بحق محمد وآله الأطهار. Go into a ruku' position. سبحان ربي العظيم وبحمده. Then resume the standing position and go into prostration. سبحان ربي الأعلى وبحمده. Now raise the forehead and sit up in a kneeling position. Go again into a sujood position. سبحان ربي الأعلى وبحمده. Now sit up and stay at this position. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد. Now sit up for a moment and then rise. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر. Now bow down until the hands can be placed on the knees. سبحان ربي العظيم وبحمده. Then resume the standing position and go into prostration. سبحان ربي الأعلى وبحمده. Now raise the forehead and sit up in a kneeling position. Go again into a sujood position. سبحان ربي الأعلى وبحمده. Now sit up for a moment and then rise. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Go into a ruku' position. سبحان ربي العظيم وبحمده. Then resume the standing position and go into prostration. سبحان ربي الأعلى وبحمده. Now raise the forehead and sit up in a kneeling position. Go again into a sujood position. سبحان ربي الأعلى وبحمده. Now sit up and stay at this position. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر.